مباشرة السيدة أماني رشيد محللة أسواق مالية في مجموعة إكويتي. مرحبا بك سيدة رشيد إلى هذه المواكبة، وأسأل عن التوقعات لبيانات التضخم في الولايات المتحدة في بادئ الأمر في مارس المقرر صدورها اليوم. مساء الخير. طبعا نحن نتوقف الآن بيانات التضخم الأمريكية التي يعني تعتبر من أهم التحديات التي تواجه ليس فقط الولايات المتحدة ولكن وتيرة التعافي الاقتصاد العالمي. أغلب التوقعات تضم صالح أو تدعم استمرار ارتفاع التضخم على أن يرتفع على أساس سنوي، أو مؤشر أسعار المستهلكين المؤشر الرئيسي لقياس أسعار السلع والخدمات أن يرتفع بنسبة 8.5% مقابل التوقعات السابقة عند 7.9%. يعني آخر مرة رفع أو تمت صدور بيانات التضخم كانت البيانات يعني ارتفعت بنسبة 7.9%، أكبر وتيرة ارتفاع منذ ثمانينات القرن الماضي. يعتبر أهم تحدي الآن بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، حتى وجدنا أنه يعني محضر اجتماع الفيدرالي الأخير أكد على أن البنك يعني أعضاء البنك اتفقوا على ضرورة تسارع البنك لتقليص حيازته من السندات المضية قدما في رفع الفائدة بشكل كبير جدا. يعني نحن نعتمد الآن على أن اجتماع مايو متوقع أن يتم رفع الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس، وليس هذا فقط بل أن كل اجتماع حتى نهاية العام ننتظر قرار لرفع الفائدة. يعني تسريع وتيرة تجديد السياسة النقدية بشكل عام سواء تقليص برامج شراء الأصول أو رفع الفائدة هو بسبب ارتفاعات التضخم المفرطة. فلو وجدنا أن بيانات التضخم اليوم ارتفعت بأكثر من 8% أكبر من وتيرة النمو اللي فات، فيعني سيكون هذا تحدي جديد أمام الفيدرالي الأمريكي، حيث أنه يعني تم نفاذ أو تم يعني الإعلان عن كافة الإجراءات القوية التي ستتخذها أو سيتخذها البنك الفترة المقبلة، والتي أيضا سيكون لها أضرار طبعا على النمو الاقتصادي، لان تسريع وتيره التجديد النقدي بشكل مبالغ فيه كما يعمل الفيدرالي الامريكي في اجتماعاته المقبله سيتسبب في عرقله النمو الاقتصادي ومواجهه تحديات جديده امام التعافي الاقتصادي الذي لا يزال ايضا يعاني من ركود بسبب يعني او يعاني من بعض الضعف بشكل رئيسي بسبب ازمه تفشي فيروس كورونا منذ 2020. ايضا ان رفع الفائده بتلك الوتيره قد يتسبب في يعني ازمه ديون جديده او عرقله او يعني مشكلة الديون التي قد تواجه الاقتصاد العالمي، ولكن لن يكون هناك مفر أمام الفيدرالي الأمريكي من تلك الإجراءات إذا وجدنا أن بيانات التضخم اليوم ارتفعت بأكثر من 8%. طيب يعني إذن هل التضخم العالمي شهد دفعة قوية بالارتفاع أسعار النفط والطاقة؟ بالطبع طبعا يعني من أكثر العوامل التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط كانت يعني ارتفاع أسعار التضخم هي كانت ارتفاع أسعار النفط المبالغ فيه. وجدنا أنه يعني أسعار النفط كانت بالقرب من أعلى مستويات عند 130 وال 140 دولار للبرميل في الوقت الذي أيضا يعني لا تزال الاقتصاد العالمي يعاني من كسر أو سلاسل التوريد. فمشكلة الطاقة أو مشكلة الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا التي تسببت في تفاقم أزمة الطاقة أيضا كان لها عواقب وخيمة على ارتفاع أسعار السلع ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في العالم بأجمعه. هناك يعني أغلب الدول على الصعيد العالمي تعاني من معدلات تضخم مرتفعة ومعدل ارتفاع أسعار مع تنقص المعروض سواء بأسعار السلع الأولية مثل النفط والغاز وأسعار السلع الغذائية مثل القمح وغيرها طبعا بسبب الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. فيعني كل تلك العوامل تتسبب في استمرار يعني الخوف من ارتفاعات التضخم، خاصة وأن هناك أيضا مشكلة رئيسية في معدلات الطلب وعودة المخاوف من جديد بسبب تفشي فيروس كورونا أو عودة الإغلاقات في شنغهاي في الصين، وبالتالي فيعني تناقص الطلب ومع تراجع المعروض تسبب فيه يعني ممكن يكون نشهد ارتفاعات لأسعار النفط على الرغم من محاولات عدة دول مثل الولايات المتحدة وكالة الطاقة الدولية من التدخل ورفع أو يعني ضغط على أسعار النفط من جديدة دون مستويات المية، ولكن لا تزال المشكلة الرئيسية التي تدعم استمرار أسعار النفط موجودة، وبالتالي لا يزال الخوف من ارتفاعات التضخم مع كسر سلاسل التوريد لا تزال قائمة، وبالتالي سيكون هناك ضغط على البنوك المركزية ليس فقط الفيدرالي الأمريكي ولكن أغلب البنوك في الفترة القادمة. أسأل أيضا عن رفع الفائدة الأخير من قبل الفيدرالي التي شاهدناها، هل ستنجح في إيقاف تصاعد التضخم؟ وهل يعني تأخر الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة؟
هي المشكلة الآن تكمن في أن الفيدرالي بالفعل رفع أو بدأ في تشديد السياسة النقدية من حيث رفع الفائدة يعني متأخر جدا، بعدما ارتفعت التضخم أصلا إلى مستويات لم يصل لها منذ ثمانينات القرن الماضي. ولكن يعني ضغط ما ضغط على الفيدرالي الأمريكي في يعني تقليص أو في رفع الفائدة بشكل متأخر، كان مبدئيا أو العام الماضي كان يريد التأكد من استدامة أغلب قطاعات أو نمو أغلب القطاعات مثل قطاع التصنيع وسوق العمل والقطاع الخدمي وغيرها، ولكن وجدنا مشكله جديده او جدت على الاسواق العالميه مشكله جديده، وهي الازمه ما بين روسيا واوكرانيا وما صاحبتها من مخاوف من يعني تفشي او لجوء الطلب او الطلب على الملاذات الامنه وتراجع شهيه المخاطره لدى الاسواق. هل ستنتهي مشكله الازمه او الازمه ما بين روسيا واوكرانيا؟ كيف سيكون تداعياتها على الاقتصاد العالمي على وتيره التعافي العالمي؟ وبالتالي جاء هذا الامر ليعرقل ايضا الفيدرالي الامريكي، بعدما كانت التوقعات تصب لصالح بدء الفيدرالي الامريكي في رفع الفائده في مارس ب 50 نقطه اساس، لم يستطع الا رفعها ب 25 نقطه اساس. مع ارتفاعات التضخم في الوقت الحالي قد يكون معدلات الفائده الان ال 25 نقطه اساس يعني سلبيه او لن تستطيع التحكم في معدلات التضخم، وبالتالي وجدنا ان يعني التوقعات او اغلب التوقعات لصالح رفع الفائده ب 50 نقطه اساس في مايو، وممكن يكون هناك يعني رفع للفائده في كل اجتماع حتى نهايه العام. وهذا يدل بشكل واضح حتى قبل صدور البيانات اليوم، يدل بشكل واضح على ان الفيدرالي الامريكي يعني متاخر، وهناك العديد من التحديات التي تواجهه طبعا مع تفشي او مع استمرار الازمه بين روسيا واوكرانيا واستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. فيعني من المتوقع ان يكون معدلات التضخم هي مرآه لما يحدث في الاقتصاد، على ان يعني ممكن تكون شراره تحكم قوي او سيطره الفيدرالي على معدلات التضخم ممكن يكون لها تبعات على المدى البعيد، ولكن على المدى القصير لا تزال المشكله قائمه بسبب ارتفاع التضخم الفتره القادمه. هل سنشاهد حركه من البنوك المركزيه اخرى كالاوروبي مثلا لكبح صعود التضخم؟ يعني بالنسبه للبنك المركزي الاوروبي نحن نترقب الان قرار او اجتماع البنك يوم الخميس المقبل. طبعا اغلب التوقعات تدعم بدء المركز الاوروبي في تتبع الفيدرالي الامريكي وتشديد السياسه النقديه، حتى لو لم يتخذ اجراءات لتشديد السياسه النقديه هذا الاجتماع، ولكنه سيبدا في يعني اظهار دلائل او اشاره ان البنك المركزي الاوروبي سيبدا في يعني تقليص برامج شراء الاصول في الربع الثالث من العام. يعني ايضا علينا الذكر او علينا الاشاره اولا الى ان البنك المركزي الاوروبي مستمر في سياسته النقديه التوسعيه، سواء ببرامج التيسير النقدي او بالفائده السلبيه، والفائده عنده مستويات الصفر بالنسبه للايداع حتى الان يعني منذ اكثر من 8 سنوات. فهل سيبدأ البنك المركزي الأوروبي في تتبع الفيدرالي الأمريكي أيضا؟ قد يكون يعني ليس أمامه مفر، بالرغم من استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي طبعا بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا وتضرر الاقتصاد الأوروبي كثيرا من الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا، طبعا مع مخاوف تراجع الإمدادات وتراجع ارتفاع أسعار السلع الأولية واستمرار تباطؤات القطاعات مثل التصنيع والخدمي، ولكن لن يكون هناك مفر أيضا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي من تشديد السياسه النقديه بالرغم من تلك التحديات في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم. كما اظهرت البيانات الاخيره ان التضخم في منطقه اليورو ارتفع بحوالي 7.5% او 7.5% خلال شهر مارس على اساس سنوي. تلك الوتيره طبعا وتيره ارتفاع قويه جدا ستتسبب في يعني استمرار الضغط على يعني الاقتصاد منطقه اليورو لو لم يبدا المركز الاوروبي في التدخل سريعا والبدء في تشديد السياسه النقديه، حتى لو كان له تبعات ايضا اقتصاديه سلبيه مثل عرقله النمو الاقتصادي وتباطؤ النمو الاقتصادي، ولكن معدلات التضخم عند تلك المستويات يعني تجعل المركز الاوروبي امام تحدي كبير في مقابل ان يتم تشديد السياسه النقديه حتى لو تم الاشاره بذلك في اجتماع يوم الخميس المقبل. بالنسبة للذهب، ما هي الحركة المتوقعة للذهب في ظل كل ذلك باعتباره الملاذ الآمن؟ طبعا الذهب لا يزال يعني يواجه او يشهد العديد من الدعم او دعما قويا جدا بسبب طبعا العوامل الخارجيه، سواء بالازمه ما بين روسيا واوكرانيا. حتى وقتنا هذا لم يكن هناك حل يعني جذري لتلك الازمه. طبعا استمرار الطلب على الذهب كملاذ امن اكيد سيستمر لفتره من الوقت، ولكن ايضا استمرار ارتفاع التضخم والخوف من ارتفاع التضخم بهذا الشكل
يعني يتسبب في زياده الطلب ايضا على المعدن الاصفر كاداه رئيسيه للتحول ضد التضخم. مشكله التضخم هي مشكله بتواجه العالم كله وليس يعني الدول حتى الاقتصادات الكبرى، هي مشكله بتواجه العالم كله، وبالتالي فحتى الان اسعار الذهب لا تزال يعني تواجه دعما قويا جدا. وجدنا ان اسعار الذهب خلال تداولات امس نجحت في الاستقرار بالقربه من مستويات ال 1935 دولار للأونصة، ولو جاءت بيانات التضخم اليوم ضمن التوقعات باكثر من 8% كارتفاع، قد نرى استمرار ارتفاع الذهب على المدى المتوسط باكثر كمان من 1965 لو نجح الذهب في الاستقرار على تلك المستويات. فحتى الان وبالرغم من نوايا البنك بتشديد السياسه النقديه ورفع الفائده كل اجتماع والذي قد يتسبب في الضغط على اسعار الذهب طبعا على المدى البعيد، ولكن حتى وقتنا هذا الذهب لا يزال مستقرا اعلى من مستويات ال 1900 دولار للأونصة، بل يواصل ارتفاعه مع استمرار حاله العزوف عن المخاطره طبعا بسبب روسيا واوكرانيا وبسبب طبعا بيانات التضخم ويعني تراجع شهيه المخاطره لدى المستثمرين والتوجه عليه كاداه رئيسيه للتحول ضد التضخم. دعني يعني أسألك عن عودة الإغلاقات للصين، هل يمكن أن تهدد التعافي الاقتصادي العالمي؟ طبعا بالنسبة لي يعني عودة ارتفاع الإصابات من جديدة و يعني أخذ قيود والبدء في إغلاقات جديدة في شنغهاي يعتبر المركز المالي الرئيسي في الصين وأيضا في العالم كله، أيضا كان في هناك مخاوف من الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا، أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن وجدنا تراجع المعروض النفسي، ولكن وجدنا من ناحية أخرى أن مخاوف تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين وبسبب عودة الإغلاقات من جديد تسبب في يعني الضغط أيضا على أسعار النفط، ويعني مخاوف من تراجع الطلب تسبب في ارتفاع أسعار النفط. حتى بدأ الفدرالي الولايات المتحدة وبدأت وكالة الطاقة الدولية يعني تتخذ إجراءات لمحاولة السيطرة على ارتفاعات النفط، ولكن طبعا مخاوف من يعني عودة مشكلة متحور دلتا في العام الماضي وكسر سلاسل التوريد أيضا أصبح يلوح في الأفق بسبب طبعا الطلب في الصين ومخاوف استمرار تراجع الطلب في الصين لو تأخذ هذا الأمر، وهل سيبدأ في دول آسيا أصلا أيضا هناك إغلاقات. يعني بشكل عام الوضع بالنسبة للكوفيد 19 لا يزال يعني يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، لا يزال يؤثر على معدلات الطلب ومخاوف تراجع الطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار على الرغم من يعني محاولات الولايات المتحدة في الضغط أو السيطرة على ارتفاعات أسعار النفط المذكورة. بالنسبة للعقوبات على روسيا تتواصل من قبل الدول الغربية، في ظل كل ذلك هل يمكن لأوروبا أن تحظر النفط الروسي والغاز أو بشكل عام الطاقة، أم هي في مرحلة يعني حظر هذه الطاقة بشكل تدريجي أم لا حظر؟ يعني بالنسبة لأوروبا فضلت يعني فكرة أوروبا إن هي طبعا تعتمد بنسبة 45% من الغاز قادم من روسيا و25% من المنتجات النفطية أيضا قادمة من روسيا، فبالتالي يعني فرض العقوبات بشكل نهائي وبشكل رسمي على روسيا سيتسبب في انهيار الاقتصاد الأوروبي. يعني حتى لو كانوا يعني يرغبوا في شن عقوبات على روسيا ولكنه سيكون له أضرار وخيمة عليه، ولذلك تفضل أوروبا الحظر التدريجي بالنسبة للمنتجات النفطية لروسيا. حتى وجدنا أن هناك تصريحات أنه بحلول عام 2027 ستنتهي اعتماد او سينتهي اعتماد اوروبا نهائيا على النفط الروسي، ولكن بدات نوعا ما في الـ يعني فرض عقوبات على الفحم بالنسبه لروسيا يعني بحوالي او ستتراجع الصادرات بحوالي 8 مليار يورو سنويا قادمه من روسيا بسبب طبعا فرض العقوبات، ولكن هل سيتم يعني فرض العقوبات بشكل نهائي على المنتجات النفطيه وعلى منتجات الغاز الطبيعي؟ طبعا سيكون مستحيلا لانه سيكون له عواقب وخيمه جدا على الاقتصاد الاوروبي، ويعني ممكن نشهد ارتفاعات قويه في اسعار السلع وانهيار ايضا في الاقتصاد بشكل عام في منطقه اليورو، وبالتالي فيعني اوروبا الان تفضل يعني التوجه التدريجي لحظر النفط الروسي زي ما قلت، يعني بحلول عام 2027 بيدرسوا او بيخططوا انه سيتم الانتهاء نهائيا من النفط الروسي. اطلاق الاحتياطات الاستراتيجيه ايضا هل سيكون له اثر طويل الامد على الاسعار باعتبار انه سيستمر 6 اشهر؟
بالطبع الولايات المتحدة أطلقت عن الاحتياط الاستراتيجي لديها ب 180 مليون برميل، يعني معدل خلال 6 أشهر بمعدل مليون لكل شهر. أيضا وكالة الطاقة الدولية أطلقت عن سحب 60 مليون برميل، يعني نحن نتحدث الآن عن 240 مليون برميل، وهو كان السبب الرئيسي في الضغط على أسعار النفط دون مستويات ال 100 دولار للبرميل، بالرغم من مخاوف تراجع الطلب طبعا في الصين كما أشرت والإغلاقات التي حدثت في شنغهاي، ولكن الاحتياط الاستراتيجي وسحب الاحتياط الاستراتيجي ضغط على الأسعار على المدى القصير، حتى وجدنا أن خام غرب تكساس تراجع لمستويات أو دون مستويات ال 93 دولار للبرميل قبل أن يتعافى من جديد. ولكن هل ستستمر يعني تلك الاستراتيجيه في الضغط على اسواق النفط؟ يعني حتى الان وجدنا ان اسعار النفط بالنسبه لخام غرب تكساس تستقر دون ال 100 دولار للبرميل، ولكن هناك ايضا العديد من العوامل الاخرى. هل ستستمر الازمه ما بين روسيا واوكرانيا؟ هل ستستمر المخاوف بشان تراجع الطلب العالمي بسبب الاغلاقات في شنغهاي؟ لو وجدنا ان معدلات الطلب تتراجع الفتره القادمه بسبب طبعا تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى او انتقال الاغلاقات الى دول شرق اسيا مثل ما حدث في متحور دلتا العام الماضي، سنرى تراجعات قويه للنفط بالرغم او سوري ارتفاعات قويه للنفط بالرغم من يعني الخطط الولايات المتحده ووكاله الطاقه الدوليه في سحب الاحتياطي الاستراتيجي، ولكن العوامل الاخرى لا تزال قائمه. وبالتالي يعني ممكن لو وجدنا ان الصين بدات تسيطر على اعداد الاصابات ممكن نرى ايضا لاستمرار تراجعات اسعار النفط، ولكن عليها ان تستقر دون ال 100 دولار للبرميل لدعم استمرار تراجعها خلال الفتره القادمه. اشكرك جزيل الشكر سيده اماني رشيد محلله اسواق ماليه في مجموعه إكويتي عبر الهواء مباشرة على كل الأجوبة والتوضيحات التي قدمتها لنا، شكرا لك.